بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أرحب بحضراتكم السادة الإعلاميين والقنوات المتنوعة اللي بتغطي النهاردة وجود شارع الصحة في فعاليات مهرجان العالمين النسخة الثانية. الحقيقة هذا المهرجان اللي بدأ السنة اللي فاتت ليه طابع خاص هذا العام في وجود إدارة ووجود رعاية من المتحدة للخدمات الإعلامية، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اللي الحقيقة ارتأت أن هذا العام يكون مهرجان متنوع في بعد ثقافي، في بعد خدمي، وفي بعد اقتصادي واستثماري، بالإضافة طبعا إلى البعد الترفيهي، وهو بعد مهم جدا، لأن احنا بنتكلم على مدينة العالمين الجديدة في أزهى صور ليها، وإحنا شفناها وشفنا حجم المترددين على هذه المدينة والتطور اللي بيحصل سنة بعد سنة. احنا موجودين في وزارة الصحة والسكان ومشتركين في هذا المهرجان عشان نقدم خدمات من خلال إدارات المختلفة من الوزارة، خدمات علاجية من خلال تواجد القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة، أيضا بنقدم كل الخدمات الصحية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية علشان تفيد كل المترددين على المهرجان، مش بس على المهرجان الحقيقة، لكن كل الموجودين من أول اسكندرية لحد مرسى مطروح. بنقدم أيضا دعم وتثقيف صحي لكل ما يحتاجه المترددين. كل الخدمات اللي بنقدمها سواء خدمات علاجية أو خدمات وقائية بتقدم بالمجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. محافظة مرسى مطروح واهتمامنا بيها زي محافظات كل الجمهورية الحقيقة، لأن احنا معنيين بمنظومة التأمين الصحي الشامل اللي بنتوسع فيها بعد ما بدأنا في 6 محافظات. محافظة مرسى مطروح ومحافظة مطروح من المحافظات المؤهلة للمرحلة الثانية، وبالتالي تطوير المنشآت الصحية في محافظة مطروح شيء هام جدا، واحنا اشتغلنا الحقيقة من أول مطروح العام وسيدي براني المركزي، مستشفى السلوم المركزي، مستشفى النجيلة المركزي، مستشفى رأس الحكمة، ومستشفى الضبعة، ومستشفى العالمين، ومستشفى الحمام المركزي. حجم كبير جدا من الخدمات الصحية مقدمة لأهالي محافظة مرسى مطروح، مش فقط في مجال وقت العطلات الصيفية، ولكن على مدار العام. وزي ما بنقول احنا بنستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل زي ما بدأنا في 6 محافظات في المرحلة الأولى، داخلين في محافظة مطروح، محافظة شمال سيناء، ومحافظة دمياط، ومحافظة كفر الشيخ، محافظة المنيا في المرحلة الثانية، عشان نقدر نقدم لأهالينا برنامج التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي. الواقع في هذا العام مع وجودنا في شارع الصحة ان احنا هنبقى متواجدين على مدار فترة المهرجان لحد 30 أغسطس. هننتقل من أماكن مختلفة على خط طول الساحل من أول اسكندرية لحد مرسى مطروح عشان نقدم لأهالينا وللمصطفين اللي بيبقوا موجودين بما يقرب من 3-4 مليون مواطن بيترددوا على هذا الساحل خلال فترة الأجازة الصيفية. الحقيقة احنا مش واقفين عند كده بس، لكن في نفس التوقيت احنا بنشتغل من خلال وزارة الصحة والسكان في كل محافظات مصر. يمكن 1219 مشروع بدأوا في تطوير المنشآت الصحية، سواء إنشاء جديد أو تطوير أو رفع كفاءة في كل محافظات الجمهورية، 27 محافظة. من 2014 للنهاردة ما يقرب من 177 مليار جنيه في نطاق تطوير الخدمات الصحية فقط. مش واقفين عند محافظات بعينها، ولكن مع نهاية سنة 24 احنا ان شاء الله ننتهي ب 20 مشروع يضافوا في محافظات زي أسيوط وإنا وسوهاج والغربية وجنوب سيناء. رايحين ايضا في سنة 25-26 في اكتر من 53 منشأة صحية ننتهي فيهم من 26 محافظة. وخطة العمل اللي تقدمت بها الحكومة الى مجلس النواب الموقر وتم مناقشة الوزراء في البرامج التنفيذية خلال الفترة القادمة، كل دي خدمات صحية سواء في القطاع العلاجي او قطاع وحدات الرعاية الأساسية وتطويرها، أو قطاع الميكنة، أو تطوير والتوسع في مجال
الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية. وطبعا ما ننساش دور مهم جدا لقطاع السكان وتنمية الأسرة في قضية السكانية، لأن احنا معنيين قوي كمان في الفترة القادمة باقتحام هذه القضية بالإضافة إلى زميلنا في كل الوزارات. هذا فيما يخص وزارة الصحة والسكان، لكن انتظرونا في الفترة القادمة القريبة من خلال أيضا مهرجان العالمين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن احنا هنطلق 100 يوم صحة للعام الثاني على التوالي. ومن خلال 100 يوم صحة احنا الحقيقة قدرنا نصل إلى أكثر من 35 مليون مواطن في العام الأول، وإن شاء الله يطلق في خلال الأيام القليلة القادمة من مهرجان العالمين، حتى تبدأ القوافل وتبدأ الخدمات الخاصة ب 100 يوم صحة في كل محافظات مصر. كمان انتظرونا وإحنا في منتصف الشهر القادم إن شاء الله لإعلان الاستراتيجية الخاصة بالتنمية البشرية ودعم رأس المال البشري من خلال تكليف سيادة الرئيس لوضع خطة كاملة على مستوى كل الوزارات المعنية ببناء الإنسان والدعم الخاص بالتنمية البشرية. مرة تانية بشكر مجلس إدارة والسيد العضو المنتدب أستاذ عمرو الفقي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضا مديرة التخطيط ومديرين التنفيذيين على تنظيم هذا العمل المتميز المتنوع الذي يتناسب مع كافة الاحتياجات وكافة التوقعات فيما يخص التنمية الاقتصادية والتنمية الاستثمارية والتنمية الثقافية والتنمية الصحية، أيضا بالإضافة إلى التنمية السياحية. وضع الهيئة الحقيقة والشركة المتحدة لهذا المكان على الخريطة العالمية والخريطة السياحية العالمية من خلال حضراتكم والتغطية الإعلامية المتميزة بينمي في هذه المجتمعات الجديدة اللي الدولة تبنتها في أكثر من 19 و20 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، والغرض منها هو تنمية والخروج برا الوادي الضيق وتنمية اقتصادية وعمرانية وصناعية في كافة أرجاء الجمهورية. أشكر كل القائمين على هذا العمل، وانتظرونا إن شاء الله الأسابيع القليلة القادمة في كثير من الإنجازات وأيضا كثير من الفعاليات في خلال مهرجان العالمين ونسخته الثانية. أشكركم شكرا جزيلا. مساء الخير. الأول أحب أشكر معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة معالي الدكتور خالد عبد الغفار. الحقيقة احنا كل سنة بنحاول ننمي المهرجان سنة عن اللي قبلها. السنة دي احنا وسعنا في الأنشطة بشكل كبير. التوسيع في الأنشطة ده كان بيتطلب وجود خدمات صحية، وانا بس عايز تاني اشكر معالي الوزير ان احنا اول ما اتكلمنا معاه الحقيقة ردة فعله هو مش مساعدة، هو تكامل ما بين كل الوزارات في الدولة مع الشركة المتحدة، لان الهدف واحد في الاخر، الهدف ان احنا ننمي هذه المنطقة، هذه الشواطئ الرائعة. الحقيقة اللي انا شفته النهاردة من امكانيات قدمتها وزارة الصحة امكانيات عظيمة، يعني يمكن العيادات المتنقلة مع الإسعاف، والحقيقة أنها مش بس بتخدم على الآلاف اللي جايين يزوروا العالمين في الحفلات المتنوعة والأنشطة المتنوعة، لا دي كمان مع الوزير قال لنا أنه هتسرفس على الساحل الشمالي كله. مع الوزير أنا بشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله نتقابل تاني في 100 مليون ساحل إن شاء الله. شكرا جزيلا. أشكركم. ودلوقتي لو في يعني السادة الصحفيين وزمايلنا، مع أن أنا كنت قاعد معاهم لمدة 3 ساعات لسه من أيام قليلة أستاذ عمرو، ولكن يعني هم طبعا دايما داعمين ودايما متميزين في التغطية الإعلامية. تفضلي. مريم الخطري من جريدة الوطن. كنت محتاجة أعرف من حضرتك مدى جاهزية المستشفيات لحالة الحالات اللي هيتم الكشف عنها لو في أي تدخل جراحي عاجل، وكمان تدريب الفرق الطبية على كافة الأنشطة اللي احنا شايفينها، خاصة إن هي متنوعة وفيها كافة المبادرات اللي سيد الرئيس قام بإطلاقها من عام 2018. أشكرك على السؤال. طبعا يعني الحمد لله، يعني يمكن في فترة من 2014 للنهاردة كان مهم جدا من خلال توجه سيادة الرئيس لينا
او لكل زمايلي حتى اللي سبقونا ان يكون الخدمات الصحيه مهما كانت متقدمه بتقدم في كل محافظات مصر. يعني من زمن ليس ببعيد كان المواطن في مرسى مطروح اللي محتاج عمليه قلب مفتوح او عمليه قسطره لازم ينزل اسكندريه او ينزل القاهره علشان يقدر يعمل هذه العمليه. النهارده مستشفى مطروح العام، مستشفى العالمين، مستشفى حتى في القريبة من هنا مستشفى العجمي، كل دول فيهم وحدات قسطرة وقلب مفتوح تستطيع أنها تجري عمليات دقيقة جدا. أنا بدي مثال، ولكن طبعا ده يعني دليل على أن كل العمليات المتقدمة، كل الأطقم الطبية والجاهزية المستشفيات لإجراء هذه العمليات. طبعا إحنا لو بنتكلم على المنطقة اللي إحنا موجودين فيها، إحنا قريب مننا جدا مستشفى الحمام المركزي، مستشفى العالمين، مستشفى الضبعة، ومستشفى رأس الحكمة. لو مشينا شويه لقدام على الساحل هنوصل لمستشفى النجيله ومستشفى مطروح العام ومستشفى سيدي براني ومستشفى السلوم المركزي. كل دي مستشفيات مؤهله للتعامل مع كافه الحالات العاديه والحالات الطارئه في نفس التوقيت. والمناسبه احنا يعني بنلتقي يوميا تقريبا عدد كبير جدا من الحالات الطارئه والدقيقه ويتم التعامل معها من خلال مستشفياتنا. زي ما حضرتك قلتي، تدريب على الطواقم الطبيه قبل الأجازات، لأن احنا طبعا بنعرف أن فترة الأعياد والمواسم والأجازات الصيفية بيبقى فيه احتياج كتير وممكن يكثر الحوادث على نطاق كافة الطرق السريعة. عشان كده احنا حتى مستشفى العمرية العام، مستشفى وادي النطرون، كل دي اتجاهات اللي فيها تزاحم فيها الزحمة، فبنبقى معنيين ان احنا نوفر فيها أطقم طبية، فرق انتشار سريع، كل ما تحتاجه من خلال وحدات الرعاية المركزة او فيما يخص الاحتياجات الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية. فاحنا مستعدين للتعامل مع كل حالة بكافة الامكانيات في على بعد 3 دقائق من اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. اتفضل يا محمد. حاضر. مساء الخير يا فندم احمد العدل، يوم السابع زي حضرتك. يعني يا استاذ عمر زي حضرتك. انا حابب اسال عن المهرجان السنه اللي فاتت، كان زاروا 1,000,000 زائر تقريبا في النسخه اللي فاتت. السنه دي متوقع ان هو من 1.5 مليون ل 2 مليون مع زياده عدد الانشطه زي ما استاذ عمر قال وزي ما حضرتك ذكرت برضو، انشطه كتير ترفيهيه واجتماعيه وكده. فتعاوني حضرتك تعاونت السنه دي بالشكل اللي احنا شايفينه طبيا واضافته خدمات صحيه، الهدف الفتره اللي جايه ناويين ايه اللي تقدموه؟ اكيد دي بدايه زي ما عودتونا، والقياده السياسية عودتنا دايما ان هي اي حاجه بتعملها بتبقى بدايه لخطوات جايه كتير. ايه الخطوات اللي حضراتكم رسمينها ان انتوا تعملوها الفتره القادمه كوزاره الصحه بالتعاون مع المتحده لخدمه العالم؟ طبعا يعني امكانيات الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه امكانيات ضخمه جدا، وبالتالي تواجد الشراكه وعندهم القدره وعندهم فرق العمل المدربه والمؤهله لانجاح اي فعاليه على مستوى العالم وليس فقط على مستوى مصر. هذا التميز لابد أن يكون ضمن أولويات وزارات الدولة بشكل عام علشان نقدر أن احنا يعني ندي رسالة للمجتمع بالإمكانيات اللي الدولة بتعملها من خلال أنشطتنا المختلفة. يمكن أنا بتكلم على الصحة، وكنت بتكلم مع الأستاذ عمرو على إزاي سيادة الرئيس دايما كان بيوجه أن الإمكانيات المتاحة في المبادرات الرئاسية وفي الخدمات اللي بتقدمها الدولة من خلال علاج عنفقة الدولة أو قوائم الانتظار، ممكن تلاقي كتير ناس مش عارفة الكلام ده، وبالتالي هي بتبقى فرصة كويسة من خلال التعاون والشراكة مع الشركة المتحدة ان يكون في نوع من انواع التواصل مع المجتمع بشكل عام والتعريف المجتمع على الخدمات اللي الدولة بتقدمها في كافة المجالات. لو احنا بنتكلم على مجال الصحة، عندنا خدمات كتيرة جدا بتقدم ومتاحة للمجتمع علشان يستفاد بيها، والحمد لله احنا بنقدر نصل الى ملايين، لكن نستطيع ان احنا نضاعف هذه الاعداد بالتعاون مع الشركة المتحدة اللي ممكن تسلط الضوء على امكانيات الدولة واستثمارات الدولة في مجال الصحة. ده في مجال الصحة، لكن الحقيقة احنا نأمل في الفترة القادمة ان شاء الله احنا نتعاون في ملف التنمية البشرية، وهو ده الملف الكبير اللي احنا رايحين له بعد تكليف السيد الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء بمسؤولية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية او العمل على رفع رأس المال البشري. وده بيشترك فيه كثير من الوزارات الحقيقة، سواء وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة ايضا الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الاوقاف، وزارة العمل. كل دي وزارات ليها تدخل مباشر، والتنمية المحلية ليها تدخل مباشر مع فكرة التنمية البشرية وبناء الإنسان. علشان نعمل كده احنا محتاجين الإنسان نفسه يكون عارف احنا عايزين منه يعمل ايه. يعني بمعنى اصح، لو احنا بنتكلم على تسرب من التعليم، لو بنتكلم على نقص اعداد الاطفال اللي بيروحوا رياض الاطفال، لو بنتكلم على سوء التغذية،
عمر ما الدولة هتستطيع أنها تقتحم مشاكل زي دي من غير ما يكون في وعي إعلامي متميز من خلال شركة زي شركة وطنية زي شركة المتحدة، عشان نقدر يبقى في تعاون. الرسالة أنا عايز أوصلها للمواطن يبقى المواطن يقدر يتلقاها ويقدر يعاوني عشان أصل في النهاية إلى تنمية بشرية كما هو معتاد. مع الوزير، أنا أحمد صبحي من جورنال المال. يمكن سيادتك من خلال الوزارة وهيئة الاستثمار الفترة اللي فاتت جهزتوا حزمة من الحوافز للمستثمرين، وأعتقد منطقة الساحل من ضمن المناطق اللي ينطبق عليها أن المستثمر يقدر يستفيد من الحوافز اللي الدولة قدمتها عشان خاطر يقدر يدخل ويستثمر في المنطقة دي. الحقيقة أنا عايز حضرتك توجه رسالة للمستثمرين، إيه أبرز الحوافز اللي ممكن يستفيدوا منها من خلال تواجدهم في منطقة زي منطقة الساحل؟ الحاجة الثانية وهي النقطة الثانية من السؤال، القطاعات الفرعية في الرعاية الصحية اللي ممكن يقدروا يدخلوا يستثمروا فيها. شكرا جزيلا. مصر فيها 106 مليون بالإضافة إلى الضيوف، سوق بيتنامى بمعدلات 1.4 مليون زيادة سكانية كل سنة بكل المقاييس الاقتصادية، وفي ظل تكليف سيادة الرئيس للدولة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، يعني احنا رايحين ان يبقى كل مواطن في 106 مليون النهاردة او في الزيادة السكانية المتوقعة في خلال 10 سنين جايين كل دول يكونوا متغطين تغطية صحية. من غيره المنطقي ان يكون ده دور وحيد للحكومة لدعم المنظومة الصحية من خلال خدمات صحية، وبالتالي وجود القطاع الخاص والقطاع المدني وقطاع المجتمع المدني في منظومة صحية هام جدا. وده اللي خلانا أحمد عشان أرد على سؤالك إن إحنا نخش مجلس الوزراء من حوالي 4 شهور بحزمة من الحوافز الاستثمارية نشجع فيها المستثمرين إن هم يتقدموا بالاستثمار في القطاع الصحي. وخدنا قطع من الأماكن المتاحة من هيئة المجتمعات العمرانية على كل محافظات مصر بحيث ان احنا نطرحها على المستثمرين وعشان زيادة عدد الأسرة اللي احنا محتاجينها في الفترة القادمة. طبعا بتختلف من عدد الأسرة اللي بيقدمها المستثمر، بتختلف على حسب المكان الجغرافي اللي بيفتح فيه المنشأة، بتختلف على الخدمات المتميزة اللي ايضا بيتقدم بيها. كل دي عبارة عن نقاط او منظومة تحسب بالنقاط، ومن يتمتع بأعلى النقاط سيتمتع بالحوافز التي تم التوافق عليها من خلال مجلس الوزراء ومن خلال الهيئة العامة للاستثمار. فاحنا مستعدين جدا لدعم، لان طبعا الاستثمار في القطاع الصحي وانت تعلم بيحتاج استثمارات كبيره والعائد على الاستثمار فيها طويل الاجل عشان تقدر انك انت يشتري قطعه ارض ثم يستثمر في المباني ثم تجهيزات وهي مكلفه جدا ثم التشغيل. فبالتالي لازم الدوله تكون بتقدم بعض المبادرات التشجيعيه والحوافز للمستثمرين لتشجعهم عشان يخشوا في هذا المجال، وفي النهايه هو مصلحه كامله للمواطن المصري، لان تاني احنا بنتكلم على منظومه تامين صحي فهي محدده بسقف في الاسعار ومحدده بسقف ايضا في جوده الخدمات من خلال الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه. تفضلي. مع حضرتك سامع عماد من موقع الموقع. كنت عايز اسال حضرتك، هل هناك مبادرات صحيه محدده تنفذ خلال المهرجان؟ احنا طبعا عندنا اكتر من 14 مبادره صحيه شغالين، لكن احنا في مبادرات زي الصحه النفسيه وعلاج الادمان وطف التوحد. أيوة. وايضا الخاصه يعني مسيطره على ادمان الالعاب الالكترونيه، دي موجوده فيها مكان هنا بيقدم هذه المشوره لكل المترددين. لكن كل المبادرات الرئيسيه سواء صحه المراه او صحه الام والجنين او المبادره الرئيسيه الخاصه بالكشف المبكر عن اورام الثدي عند السيدات او الكشف المبكر على اورام السرطانيه زي اورام البروستاتا والقولون وعنق الرحم والرئه، كل دي يعني مبادرات رئيسيه متاحه وبتقدم من خلال المهرجان بشكل متكامل سواء لرواد المهرجان او حتى على كل المترددين على مستوى الساحل الشمالي بالكامل. اتفضل يا محمد. محمد ممدوح من القاهرة 24. كان عندي سؤال لحضرتك، أثناء الجولة تحدثتم على انخفاض معدلات اللي هي المواليد والزيادة السكانية وتوجهات لخفض كمان معدلات المواليد، فكان السؤال المهم، هل الفترة الماضية انخفضت معدلات المواليد نتيجة نجاح برامج تنظيم الأسرة أم نتيجة الظروف الاقتصادية خلال الفترة الماضية؟ وإحنا محتاجين كمان، هل في خلال برامجنا لتنظيم الأسرة والتوعية هل محتاجين عامل فكرة الأزمات الاقتصادية
ان احنا نستغلها في الرسائل الاعلاميه او التوعويه للمواطنين عشان يقبلوا على وسائل. ده شق. الشق الثاني اللي هو من ضمن خطة الحكومة ترشيد وتقليل الهدر في الأدوية من خلال تقرير اللي هو IQVIA الخاص بالأدوية. كان رصدنا خلال السنوات اللي فاتت وكمان الخمس شهور الماضية كان تراجع في عدد أو الواحد أو القوة الشرائية على الوحدات الدوائية. فهل التراجع ده احنا برضو محتاجين ترشيد تاني أكتر وتقليل الهدر أكتر؟ والمقصود إيه بتقليل طيب الهدر؟ أنا هرد عليك من الآخر عشان موضوع الدواء. طبعا مصر من أكتر دول العالم استهلاكا للدواء. لو دخلت على IQVIA أيضا وشفت معدلات الاستهلاك على مستوى العالم هتلاقي مصر فيها تقدم، وده مش حاجة كويسة. يعني كل ما الدول قللت من استهلاك الأدوية، لأن في أدوية كتير بتستهلك بدون داعي، وانت تعلم تماما أن على مستوى المواطن العادي بيقدر أن هو يعالج نفسه من خلال تواجده في مع الصيدليات، وبيقدر يصرف نفسه أدوية في معظم الأحوال هو ليس في احتياج ليها، وبكميات هو ليس في احتياج ليها. وده برضو ياخدني لدور الشركة المتحدة الحقيقة، اللي من خلال تعاوننا والشراكة أن يكون في رسائل إعلامية واضحة جدا في هذا المجال لتوعية المواطن بأضرار استخدام المضادات الحيوية على سبيل المثال، اللي العالم النهاردة كله بيتكلم على أن دي الوباء القادم التي ممكن أن تؤدي إلى وفيات نتيجة سوء استخدام المضادات الميكروبية بشكل عام. ومصر عندها استراتيجية للسيطرة على استخدام هذه الأدوية لما لها من أضرار كبيرة. ممكن سوء الاستخدام يؤدي إلى عند الحاجة لاستخدامها تكون دون فعالية لتكوين أجسام مضادة أو لتكوين يعني ميكروبات مضادة لفعاليتها. وبالتالي التوعية بالأدوية واستخدامها والحوكمة في استخدامها ده مهم جدا. دور على وزارة الصحة من إدارة التثقيف، دور على هيئة الدواء المصرية، ودور على الإعلام، ولنا في هذا طبعا التواصل مع الشركة المتحدة. ده فيما يخص الدواء. وبالتالي احنا عندنا من خلال إدارة الصيدلة برنامج كبير جدا للحد من الهدر اللي انت بتتكلم عليه، لان احنا دلوقتي بينا نشوف الاحتياجات الطلبيات اللي بتيجي من كل الوزارات وبكل المحافظات بتجيلنا مبنية بناء على ايه، عشان نقدر ما ننتهيش في الاخر الى ان في مشاكل في التخزين او في مشاكل في ان صلاحيات الدواء بينتهي. فملف الدواء بالنسبة لنا مهم جدا، واحنا الاجراءات اللي بناخدها بتقلل من تكلفة. يعني احنا خدنا اجراء بسيط قلل من التكلفة بس 1,000,000,000 جنيه على الموازنة المخصصة للدواء. هروح تاني بقى للسؤال الآخر الخاص ب انت كنت بتسأل على الجزء الأولاني على ما يخص ايه. ده ملف مهم جدا. الجزء الإعلامي فيه مهم، الجزء الإعلامي فيه مهم، لكن الأهم فيه كمان ان انت بتقول احنا شاهدنا. طبعا عشان نصل الى إجابة على السؤال اذا كان هذا حصل نتيجة ان المشاكل الاقتصادية بتؤثر على قدرة الإنسان في الإنجابية، أو أن دي نجاح في الخطوات اللي تبنتها الدولة في خلال آخر 4-5 سنين. تعرف المسح ده ما بيجي بيدي لك نتيجة 22 أو 21، فده محتاج بحث ميداني من خلال مجلس قومي للسكان عشان نشوف الأسباب الحقيقية أو الواقعية لهذا. لكن الشاهد أن احنا بنشهد يعني تطور ولو بسيط في المنحنى إلى الانخفاض في معدلات الإنجاب وفي معدلات الزيادة السكانية، وده مؤشر الحقيقة إيجابي جدا. وإحنا حاطين مستهدفات مع اجتماعنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي في خلال ترأسه المجلس القومي للسكان، حاطين مستهدفات ممكن تكون متفائلة بزيادة في خلال لحد 2030 عشان نصل إلى يعني نقلل معدلات الإنجاب على قد ما نقدر، لأن زي ما أنا قلت المعدلات أو الزيادة السكانية هي بتؤثر تأثير مباشر على كل النمو الاقتصادي على مستوى الدولة، ولن نستطيع أن نجني ثمار النمو الاقتصادي دون أن يكون هناك سيطرة على النمو السكاني. أشكركم شكرا جزيلا.